سلام عليكم. سلام عليكم. ألو، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام، حياكم الله أستاذ إسماعيل الموسى والناجي. نعم حياكم الله. حضرتي صلي سيدنا صلي على محمد حيا وآل أصبحت. محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستاذ إسماعيل، كنت أبغي سيد، منك أمر إن تسمحون لنا. تفضل يا سيد. ذكر محمد بن يعقوب الكليني في كتابه أصول الكافي أن أركان الإسلام خمس، وذكر منها الولاية، وقال: وما نودي بمثل ما نودي بالولاية. فأنا أريد الآن آية محكمة على تنصيب 12 إماما من القرآن الكريم على أهم ركن من أركان الإسلام. كيف يا سيد؟ ما فهمت قصدك. هل مناظرة هذه ولا شنو؟ لا لا، أنا أستفهم هذا منك، تقصد. أنا أستفهم منك اختبارا، هل يوجد آية محكمة على تنصيب 12 إماما في كتاب الله؟ آية، نعم، على تنصيب أنا 12 لست إمام. ضريح في هذا الأمر سيدنا، أنا بخدمتك. لست ليس بهذا الاختصاص وليس بباحث. لست بباحث. أمال حضرتك شيعي على وليس إيه؟ يعني أنت حضرتك لا عندك دليل من القرآن على معتقدك، هل تستطيع أن تثبت لي عصمة الأئمة الاثني عشر التي ينادي بها الإمامية من القرآن؟ أنت حبيبي، هذا اتصالك في مغالطة. يعني ما أعرف أنت من أي جهة. إذا كانت ما انت مال حضرتك يعني مرتبك ليه كده؟ ان كان لا يوجد عندك ايه على تنصيب 12 اماما، ولا ايه على امامك ال 12 اماما، طب انت تقول ان امامك المهدي موجود وغائب، هل عين امامك المهدي احد نواب له أنا الان؟ ما أعرف، أنت أعرف هذا الأسلوب. أنا ليس برجل دين وليس بباحث. انا اعلم ان حضرتك لست برجل دين ولست بباحث ولا تعلم، بس انا بسأل، امال انت تشيعت ليه او انت شيعي ليه؟ يعني انت تأخذ معتقدك من اوهام، تأخذ معتقدك من اباطيل كالكم والطوسي ونعمة الله الجزائري وتترك القرآن. لا لا حبيبي، أنت ليس بالسيد الموسوي، وهذه مغالطة منك، وهذا أسلوب مع الأسف. يعني ما بتكون بصارح الناس بحقيقة جزئياتكم. طيب معلش معلش، بما ان حضرتك بقى انت موسوي، ممكن تجيبني يا سماحة المسوي؟ اريد منك آية محكمة على أن الأئمة 12 وأنهم معصومين، تستطيع؟ حبيبي، أنا ليس باختصاص وليس بباحث وليس برجل دين، طيب وليس شكرا. كل موسوي هو رجل دين وباحث، افهم قصدي. طيب شكرا يا إسماعيل الموسى والناجي. هذا يا إخوة إسماعيل الموسى والناجي، أنا اتصلت عليه لأنه بيحاول إنه يشيع بعض المسلمين، وبيحاول يعني يراسل بعض المسلمين على أساس أن يشيعهم، ولكن كما رأيتم الآن عجز ولم يستطع أن يثبت دينه، لا أي شيء خلفه في المسلمين، لا الإمامة اللي هي ركن الولاية اللي ركن من أركان الدين وأهم من الشهادتين، وشالوا الشهادتين ووضعوا الولاية كما ذكر محمد بن يعقوب الكليني في الكتاب الكافي، وما قلنا له اعتنى من القرآن، قال أنا لست مختص، أنا لست رجل دين، لا أدري لا أدري، طب العصمة لا أدري لا أدري، طب إمامك اللي بتطالب الناس ببيعتي لا أدري لا أدري، أنا لست رجل دين، هكذا بيدعو للتشيع ليه؟ أسأل أن يهديهم وأن يأخذ بأيديهم إلى التوحيد، دين باطل من صنع البشر.